نتكلم بقى النهاردة عن مشاكل الحبوب وأنواعها. أنا بلاقي ناس كتير قوي عندها حبوب بس تقعد مدة طويلة عشان إن هي تعالجها، مش عارفة تعالجها إزاي لأن هي مش عارفة السبب الرئيسي بتاعها. فعشان كده إحنا عايزين نقول الحبوب أنواعها إيه. أول حاجة، في حبوب بكتيرية اللي هي بتطلع على الخد، بتبقى أكتريتها على الخد، وده بتبقى من حاجة مثلا مش نظيفة حطيتها على وشها، سواء فوطة مثلا من حد بتاع كان عنده حبوب أصلا، سواء مادة مثلا ميك اب او مرطب تقيل قوي فعمل بكتيريا هنا في البشره، البشره مش قادره ان هي تمتصه. كمان الايد ممكن لما بنحاول ان احنا نلمس بشرتنا كتير قوي برضو ده بيبقى نقل للبكتيريا، فطبعا احنا نمتنع عن الحاجات دي، فطبعا بتحدي من الحبوب البكتيريه اللي بتظهر اكتريتها على الخد. طريقه علاجها بتبقى ازاي؟ بتبقى طبعا مع دكتور متخصص، بتاخدي مثلا تابلت داخلي كمضاد حيوي مع كريمات موضعيه، فده بيبقى يعني حلها سريع وسهل، مش بتبقى صعبة قوي زي الحاجات التانية. في كمان الحبوب اللي هي الهرمونية اللي بتظهر على الدقن اغلب الوقت او في الرقبة، دي بنعرف ان هي حبوب هرمونية، بتبقى سبب خلل هرموني في البشرة، مثلا زيادة في هرمون التستوستيرون او مثلا عندك تكيسات، فكل ده بيلخبط الهرمونات ويطلع لك الحبوب اللي هي بتبقى موجودة هنا، بتبقى حمراء وبتبقى كمان ملتهبة. فطبعا حلها مع دكتور الدكتور بتاعك الدكتور النساء ان انت تعملي تحليل مخصصه هو بيطلبها منك، فبتبداي ان انت تاخدي علاج، فكل ده طبعا بيقل. كمان بنقابل الحبوب اللي بتبقى على الخد، دي بتبقى نتيجه انسداد للمسام، فاما المسام من كتر الدهون او زياده افراز الدهون بسبب طبعا اكلنا الغير صحي او استخدمنا مرطب مش بتاعنا قوي جدا او استخدمنا ميك اب هيفي قوي على بشرتنا، والحاجات دي كلها طبعا بتزيد من افراز الدهون في الغدد في المسام، فطبعا ده بيتسد في الاخر، المسامه بتتسد وبتبقى بيئه كويسه للبكتيريا ان هي تبدا تظهر فيها وتعمل الحبايه. فطبعا الناس اللي بتشتكي من الحبوب اللي بتظهر مع الاكل عامه، فبتبدا ان هي تقلل طبعا الدسم مع اكلها او الشوكليت او الحاجات الفاست فود والمقليات، فطبعا هتلاقي تحسن مع استخدام برضو كريمات سليمه للمشكله دي. كمان في الحبوب اللي بتبقى بنسميها حبوب الاكزيما او الحساسيه، الناس اللي بتبقى عندها حساسيه مفرطه لما تاكل حاجه مثلا او مثلا تلمس بشرتها بحاجه معينه او حتى لو بايديها شويه هتلاقي حبايه طلعت بتبقى شكلها احمر كده من غير اي ماده فيها، دي بتبقى برضو يعني حبوب حساسيه، وبتبقى برضو علاجها عند دكتور الجلديه ان انت ممكن تاخدي كريم او تابلت داخلي بتقلل الموضوع ده خالص. كمان بقى نصيحتي الاخيره، بلاش ان احنا نلعب في الحبوب تماما، لان الحبايه لو لعبنا فيها او شلنا القشره الخارجيه ليها دي طبعا بتعرضنا لتصبغات بعد ما الحبايه بتبقى راحت، حتى لو بتبقى موجعه او بتبقى ملتهبه زياده او فيها ماده بنصح ان حدش يلعب فيها تماما. وفي الاخر كمان لو حابين اي مواضيع او عندكم اي استفسار ممكن تسيبوه لنا في الكومنت واحنا هنرجع لكم. باي باي.